مواضيع الايوكاريوت الخلايا الحقيقيه النواه. وقلنا الخلايا الحقيقيه النواه هي اللي تحتوي على النواه. وجبت لكم عندها سؤال بالفصل الاول، شنو الفرق بين الخلايا الحقيقيه النواه اللي هي الايوكاريوت والخلايا البدايه النواه البروكاريوت؟ فبلشنا بهالفصل نبدي الخلايا الحقيقيه النواه، حتى ولو الدكتوره نسيبه رسم بلشت لكم الاميبا ما اميبا، كان المفروض يعني نبدا بشيء بسيط وبعدين شويه شويه ندخل على صعب. مثل ما ماخذيها انتم بالاعداديه هاي شغله اليوبدينا والبراميسيوم، قلت لكم اياها باول محاضره، قلت لكم اول ما بدا الشغل على المجهر من اخذوا قطره مال المي، وانتم تقدرون تسووها تاخذون قطره مال المي من بركه وتحطوها جوا المجهر. انا ما ادري بالنسبه للطلاب اذا اكو انترست مع عندهم قسم عندهم يعني يصير عندهم انترست ومن هم بالاعداديه يشترون المجهر ويباعون شكل ما يكون فيه، هذا كل واحد خلينا نقول التخصص مالته، كل واحد بالانترست مالته. فيعني من الكليه ابدي، كان عندي مجهر صغير واشتريته وقتها كانت هاي الاورز ديباج، وكنت ابايع القطره مال المي وشكل بيها من احياء مجهريه، من ضمنها اليوغلينا ومن ضمنها البرانسيوم. فكنت اتونس عليها لانه اكو اشياء حيه انت ما تشوفها بالعين المجرده بس تشوفها تحت المجهر. فمن ضمن الشغلات اللي قلنا عليها الخلايا الحقيقيه النواه اللي تحتوي على النواه، اللي تحتوي على السيتوبلازم، اللي تحتوي على شغلات هسه راح نشوفها، الكونتراكتايل باكيول اللي هي الفجوه المتقلصه، هي هاي خلينا نقول البدائيات او الابتدائيات مالت الخلايا الحقيقيه النواه. تشوفها يعني يغلينا فشيء مغزلي، الحركه مالتها تكون وصفه الصوت، تحتوي على نواه، تحتوي على فجوات متقلصه، تحتوي على السبوت لايت، تحتوي على الشغلات اللي تساعدها في عمليه الترتيب الضوئي حتى تقدر تعيش. فالاوتلاين مال الدرس مالتنا هي الاوفر فيو اوف ذا فايلم يوغلينوفايتا، رقم 2 الصفات مالت اليوغلينا اللي هي طبيعتها وانواعها، التركيب مالتها من شنو تتركب، الحركه مالتها، التغذيه مالتها والتنفس. رقم دكتور ممكن سؤال؟ نعم ممكن سؤال؟ بالنسبه لليوغلين نفس البكتيريا يعني انه تكون هم الدي ان اي مالتها بدينا كان نفس البكتيريا. ما انا قاعد اقول لكم اليوكاريوت هي خلايا حقيقيه النواه، اليوغلينا عندها 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 نواه وعندها سيتوبلازم. دكتور قصدي مو هيك يعني انه كتركيب ولها اشكال، ادري انه البكتيريا انه بروكاريوت عديمه النواه وهذا بيها نواه، بس انا قصدي انه كلها اشكال وتركيبها الداخلي تقريبا نفسيته؟ لا الشكل مالها واحد، احنا قلنا البكتيريا بها اكو مكونات عنقوديه واكو اللي هي الكوكس والباسيلس والسبايرال جماعه شو اسمه، وهاي شكلها مثل الكوما الضمه هاي مالت الكوليرا، هنا لا هنا شكلها مغزلي. واعتقد الصوره الاولى كانت واضحه بالنسبه لكم من شفتوها. الخلايا الحقيقيه النواه تاخذ تقريبا شكل واحد، بس اعتقد اعطيتكم الانتاج بهالشركه دكتوره نسيبه بها اشكال مختلفه، بس هاي الاشكال تختلف من تصير عمليه الالتهام، من تبدي تتغذى، من تفرز او مو تفرز، تبدي تطلع الاقدام الخاذيه مالتها زين وتبدي تلتهم المواد اللي حواليها. اليوغلينا لا شكلها مغزلي سبندل زين، وراح نشوفها وراح نشوف المحتوى الداخلي مالها. كأوفر فيو اوف ذا فايلم يبلينو فايتل
هي جلونوفايتا از سمول فايلم او ذا كينجدم بروتيستا، اذا هي اصغر خلينا نقول عائله من عائله البروتيستا، المملكه البروتيستا اللي هي خلينا نقول البروتيستا هي اللي حقيقيه النواه اللي تمثل البدايه مالتها. consisting of mostly unicellular aquatic algae. تتركب من خلايا وحيدة عادة تعيش مع الطحالب وبالبرك وبالأنهار بالمستنقعات. أنا قلت لكم إذا واحد عنده مشهر يأخذ من أي مستنقع نقطة أو قطرة يحطها على سلايد، وعادة إحنا نفحص هاي الشراكة المتحركة اليوغلينا والبراميسيوم، أكو سلايدات تصير بها تقعر حتى تصير القطرة داخل هاي هذا التقعر، فوقها نقدر نحط سلايد كفر سلايد ونبدأ نشوف الحركة مالت اليوغلينا، ونقدر نشوف الحركة مالت بقية الأحياء المجهرية اللي هي قلنا حقيقية النواة تحتوي على نواة تحتوي على كل العضيات اللي موجودة، معظم العضيات مو كل العضيات، لأنه قلنا إحنا هاي الأوليات أو البدايات مات الخلايا الحقيقية النواة اللي إحنا قلنا عليها اسمها البروتيستا. Of the protistin dump, many of these organisms exhibit characteristics both of both plant and animal. هاي خلينا نقول لها المجهرية. لأنه تحتوي على على الكلوروفيل، تحتوي على بقية العضيات اللي مثل العضيات اللي موجودة بالنبات، فراح يصير أكو شغلات مشتركة بين الأنيمالز وبين البلانت. يعني إحنا الخلايا الحقيقية النواة قلنا خلايا حقيقية النواة هي خلايا حيوانية وخلايا نباتية، زين، فهاي تكون بها شغلات مشتركة اللي هي الكلوروفيل وجماعتها. Most live in fresh water، أكثرية تعيش بالمياه. Many have flagella، أكثرية تحتوي على أصوات. And are motile، وهي من تحتوي على أصوات يعني تكون متحركة. Organisms of this phylum are also called Euglena زوّر يغلونويد يغلونوفايتس. فهاي الأسماء اللي موجودة بهذا بهاي العائلة اللي هي يغلونوزوا والإيغلونويد والإيغلونوفايتس، وهاي بنقول إيغلونوفايتس يعني تكون تحتوي على شغلات اللي تساعدها في عملية التركيب الضوئي. هاي البروتيستا أو الفايلا تحتوي على 54 جينرا approximately 800 species 800 نوع. example مثل الإيغلونا أستاسيا تراكيلوموناس فلاتسيام فاتاس فيرانيميا فيتا لوموناس كانتو تيغان، أنواع مختلفة. إحنا اللي يهمنا بس اللي يقلينا حتى يصير فد مثل، واللي يريد يتعمق يدخل على جوجل أو الكتب الهواية الموجودة عن طريق البروتيستا، بس هي صارت الجوجل لأن صارت التليفونات موجودة والحاسبات موجودة. فأنا بالنسبة لي أدخل وأشوف شنو هي حتى أتعرف عليها شلون أقدر أستفاد منها. النقطة الأخرى the most characteristic genus is Euglena which consists in different species. هواية أنواع مختلفة من عندها، من ضمنها اليوغلينا سبيروجيرا، هاي نوع من أنواع الطحالب أو تشبه الطحالب، اليوغلينا بيردس واليوغلينا براغلس إلى آخر شيء. إذا إحنا داخلين على عائلة، هاي العائلة مثل عائلة البكتيريا، إحنا قلنا أكو إنكيرا بكتيريسي وأكو جرام بوزيتيف وأكو جرام نيجاتيف، بنفس الشيء بس هنا الوضعية
متطور اكثر، لان احنا دخلنا بالايوكاريوت، دخلنا بالخلايا الحقيقيه النواه. على احد الانواع اللي موجوده هي اليوبينا بيردس، اللي هي من ضمن الايوكاريوت خلايا حقيقيه النواه من جماعه البروتيستا المملكه. الفايلمات الابلونافايتا اللاس الشعبة الجلينول دي الأوردر الجلينولس الفاميلي العائلة إيو الجلينيسي الجينس إيو جلينا الجنس والنوع بيردس. هذا التصنيف مثل إيو جلينا بيردس، فلازم نحفظ حتى نعرف، حتى تبدون تتعلمون شلون تفرقون بين البكتيريا اللي هي بداية النواة وبين الخلايا الحقيقية النواة البدائية اللي هي هستوها بعد بها تطور. Habit and habitat of the organisms، شلون تعيش وشلون الطبيعة مالتها، وين نلقيها وين شلون البيئة مالتها. إذا إيوبلينا فيردس is a solarity and a free living freshwater algae. إذن هاي solarity يعني بيها ضيات ما طاقة تعيش حرة، ضيات حرة تعيش بال أو أحياء مجرية تعيش حرة بالماء freshwater. It is found in freshwater بالماء pools ditches and slowly running stream بالمياه، خلينا نقول الجارية، بس الجارية تكون على شكل جريان مالها بطيء مثل الأنهار مثل السواقي. is found in abundance where there is a considerable amount of vegetation. إذا هي تكون موجودة على شكل حزام ونشوف دائما او يميزها الفيجيتيشن، تكون صايره على شكل فيها يطغي طابع الخضره. فاحنا بنشوف هنا نشوف هاي الجبلين حكيتها لونها اخضر، ليش؟ لان تحتوي على الكلوروفيل. ستراكشر اوف يوبلينا فيردس، هسه زي ما قلت لكم سالتني على مود الشكل مالها، الشكل مالها از الينجيتد متطاول، سبندل شيب مغزلي متطاول شيب نابيرنس. نشوفها يعني عندها تقريبا حافتين مدببة، والجسم مالها اسطواني طويل، وداخلها راح نشوف العضيات. اذا الشيب الشكل يوبلينا فيردس از الونجيتد اند سبندل شيب ابيرنس. الحجم مالها طبعا يكون حجمها اكبر من حجم البكتيريا، فيوبلينا فيردس اباوت 40 الى 60 مايكرونز. هاي طبعا ما نقدر نشوفها بالعين المجرده، لازم نشوفها تحت المجهر، يعني بدرجه خلينا نقول 10 نشوفها، درجه 20 نشوفها، تكبير مالها 40 60 وهكذا. بس من نريد ندخل على داخل العضيات، نريد نشوف مثلا الفجوه المتقلصه، نريد نشوف النواه، نروح على القوامية، على العدسة الزيتية، حتى نشوف المحتويات الداخلية مالت هذا المايكرو أورجانيزم. إذا الإيوبلينا فيردس is about 40 إلى 60 مايكرونز in length and 14 إلى 20 مايكرومتر in breadth بالعرض مالها at the thickest part of the body. عادة يكون المنطقة الوسطانية تصير المنطقة اللي تصير شوية ثك تخينة يعني. Pellicle the body is governed by a flexible tough and strong cuticle periplast. إذا الجسم مالها راح يحيطها طبقة قوية
وسلايس بنت البلازما ممبرين تكون باتصال مع البلازما ممبرين. This has oblique but parallels. هاي البليكل احنا عدنا حكيناها بال بالبروكاريوت بالفصل الاول قلنا كل البليكل وكل الفلاجيلا هاي اهم تعطي قوه للجدار مالت المايكرو اورجانيزم. Structure of your vena verbis. The pellicle is composed of fibrous elastic protein, but not of cellulose. إذن هذا البليكل هاي الشغلات خلينا نقول الهدايبات تحتوي على مادة بروتينية بس لكن مو سيلولوزية. السيلولوزية نشوفها بشغلات النباتات. Pellicle maintain a defined shape of the body. إذن هو يحافظ على شكل الجسم مالت اليوغلينا. It has an outer thin layer. هي طبقة خارجية خفيفة. Epicuticular and inner thick later cuticle. Cytosome and cytopheranus. نجي ندخل بالتفاصيل خلينا نقول الإحشائية. راح نبدي من البداية اللي هي تقريبا خلينا نقول الفم مرت هاي العضية. The interior in is a funnel shaped cytosome. إذن خلينا نقول الجهة العليا أكو فد مثل الفنر مثل القمع هذا اللي قاعد اشوفه قدامكم هذا اسمه سايتوسوم اور سيل ماوث يعني الفم مات الخليه سلايتلي تو وان سايد اوف ذا سنتر يدخل تقريبا الى سنتر الخليه بس هذا احنا عندنا احنا بالجهه الاماميه العليا من الامام احنا نشتغل نشوف هذا التجويف هذا التجويف اللي احنا نسميه سايتوسوم او الفم مالت الخليه اللي موجود بالسنتر وراح نبدي شنو نشوف شنو اللي موجوده بيه السايتوسوم ليد انتو ا شورت كابيلار سايتوفرنكس اور جليت هذا يودينا الى سايتوفرنكس مثل خلينا نقول البلعوم أو البلد شغلة الغلاصة. Both serve as a canal for escape of fluid from the reservoir. هاي تسحب المي اللي موجود بالبركة زين تاخذ اللي تستفاده وبعدين تطلع على المي حتى تبدي تعيش. حالها حال نفس الشيء السمكة اللي تشتغل عن طريق الغلاصة. ناصورة أوضح. هذا سايتوفرينكس هذا السايتوسوم اللي بالنص اللي هو عباره عن خدود زين مثل الفم مالت الخليه اكو البيجمنت سبوت اللي هي استجما اكو الكونتراكتايل فاكيول زين اكو الريزرفوار هذا الخازن حتى يقدر يشوف شغلات زايده يطلعها برا والشورت سكند فلاجيلا هذا الفلاجيل ده اللي اسمه النوع الثاني من الفلاجيل ده اللي يكون قصير هذا فد خلينا نقول مظهر خارجي للفلاجيل هاي الشغلات اللي موجوده بها اللي هو السايتو سومز والسايتو فرينكس والشورت سكند فلاجيل والريزرفوار والبيجمنت سبوت اللي هي استجما والكونتراكتايل فاكتور اللي هي الفجوه المتقلصه اللي تساعد الدخول وخروج المواد الغذائيه. الكونتراكتايل فاكتور شيء كلش مهم
بالنسبة لهاي الميكرو أورجانيزم هاي الأحياء المنشرية it is a large osmogratory body ينظم لي خلينا نقول الضغط الإزموزي داخل الخلية ينظم لي دخول وخروج الماء نفس الأسماك اللي عند الغلاصم it lies near the reservoir on one side إذن موجود بالمخزن اللي يدخل به الماء بجهة واحدة احنا نشوف احنا كنترتب هاي البيضة هاي الصغيرون اللي صار مباشرة خلف هذا التجويف كنترتب باكيول discharge the excess of water هاي وظيفتها تطرح زيادة من الماء and some waste product وكذلك الويست مالتها خلينا نقول الشغلات الفضلات of metabolism into the reservoir تطرح شكل شغلات زايدة بالرزرفوار والرزرفوار يدفعها خارج اليوغليني فمثل ما تشوفون هذول هسه موجود صورة كاملة هي الفلاجيلا الفجوة المتقلصة النواة والنوية والرزرفوار والكلوروبلاست والبارينويد كلها موجودة داخل الخلية الفلاجيلا هي الأصوات مثل ما موجودة بالبكتيريا الأصوات اللي تساعدها بعملية الحركة والأصوات اللي جبتلكم إياها سؤال اللي ما حد جاوبه يمكن هم قلتلكم بس ثلاثة جاوبوا وجد ركزت عليه بس الظاهر أنتم ما أدري مقارين ما أدري تجيبوا بدرجة نجاح ما أعرف إذا هي لون وبلاية الفلاجيلا emerge out of the cytosome through cytopharynx إذا هذا يطلع من cytopharynx من البلعوم زين ويخرج من السايتوسوم يخرج من الفم ويطلع هذا الفلاجيلا فشيء كلش طويل each root spring from a pleophoroplast الجذر مالته موجود خلينا نقول بالجهه العميقه من الفم مالت الخليه there are two flagella one are long and the other are short اذا تحتوي على صوتين الصوت الطويل هذا اللي نشوفه قدامكم والصوت الصغير اللي موجود داخل السايتوفارينكس الاستجمة وهي البقعة الضوئية عادة تكون حمراء near the inner end of the cytopharynx هاي طبعا كلها مهمة تجي تعاريف أنا بالحالة أنا راح أركز ما راح أعطيكم محاضرات وهاي هاي الداتا راح تحفظوها راح تجي من عندها تعاريف راح تجي من عندها فراغات راح تجي من عندها صح وغلط وهكذا لأنه حتى لا أشتت أفكاركم وأعطيكم شرح وأدخل بتفاصيل لأنه يعني لو محاضرة وقدامكم أنا كان أعرف شلون يعني أحكي كان أعرف شلون أسأل بس هسه لا هسه الحال تغير فإذا near the inner end of the cytopharynx موجودة بالنهاية زين its function as a lens and is sensitive to light إذا هي عدسة حساسة تكون للضوء موجودة near the inner end of the cytopharynx close to the reservoir is red eye spot or stigma إذا هي عبارة عن عدسة عينية موجودة تساعدها بعملية التقاط الضوء its function as a lens وظيفتها وظيفة العدسة and sensitive to light تكون حساسة لللايت فهاي من تكون حساسة لللايت
راح تقوم عملية الغذاء بواسطة التركيب الضوئي. Paraflagellar body lies either on one root or at the junction of two roots of the flagellum. إذن هاي القاعدة مالت الفلاجيلا موجودة أيضا داخل السيتوكرينس. The paraflagellar body is sensitive to light and is to regard to be photoreceptor. هذا الparaflagellar يكون حساس للضوء ويعتبر ريسبتر. يعني الريسبتر احنا نشوف هو يتحسس الضوء فتكون الحركة مالت اليوغلينة باتجاه الضوء. ليش تروح باتجاه الضوء؟ حتى تبدأ تقوم بعد الكلوروفيل وتستعمل السبوت لايت الاستجمة حتى تقوم عملية ترتيب الضوئي وتبدأ تشتغل على تأخذ CO2 وتحرر لي الأكسجين والشجر. إذن هي فوتوريسبتر أبارتاس جزء من السنسر أو من الحساس اللي موجود داخل هذا الحيوان المجهري. والسيتوبلازم مثل ما تعرفون موجود بالخلايا الحقيقية في النواة وبالخلايا بداية النواة. The cytoplasm of Loeblina viridis is differentiated into an outer layer of ectoplasm and inner layer of endoplasm. هنا شوية طورنا. السيتوبلازم كان بالخلية البكتيرية موجود. حتى شنو؟ حتى تسبح به يسبح به الريبوسومات، تسبح به النيوكليود ريجين، يسبح به البروتينات وغيرها. هنا لا، هنا الحال تغير، صار السيتوبلازم طبقتين اللي هو يحتوي على الاوتر لاير يسموه الاكتوبلازم ان انر لاير اللي هو الاندوبلازم. نجي على النواة. احنا قلنا النواة هي خلينا نقول الشيء المهم واللي حامله للوراثه. ف has a single round large or oval and vesicular nucleus lying in a defined position. إذن هي موجودة بمكان معروف، مفردة كبيرة round مدورة or oval بيضاوية and vesicular nucleus lying in a defined position. هاي النيوكلاس موجودة بمكان معروف. Nucleus contain a central body known as endosome. هاي النواة محتوي موجودة على اسمها الجسم المركزي زين يسمون الاندوسوم، which is also known as a nucleus or karyosome. فإذن هاي الشغلات المهمة اللي موجودة أو وظيفة النواة اللي موجودة باليوغلينة. كروماتافور radiating from the center of the body of يوغلينة. إذن هي تطلع على شكل خلينا نقول شلون الراديتر راديتنج شغلات مثل شغلات الاشعاعيه تطلع من السنتر مالت الجسم مالت اليوغلينه. ذير ار سيلندر باند لايك الينجيتد كروماتوفور. كروماتوفور كونتين ذا جرين بيجمنت هي هاي اللي قمنا بعمليه التركيب الضوئي. يحتوي على الصبغات الخضراء هي الكلوروفيل A and the chlorophyll B and are also known as chloroplast. إذا الكروماتوفور مهمة، الكروماتوفور مهمة هي اللي تسوينا بعملية التركيب الضوئي. ليش؟ لأن تحتوي على chlorophyll A وchlorophyll B. زين موجودة من هذه كميات عديدة صار على شكل أسطواني وحزم. يوغلينا بيردس derives its green color from these chromatophores. هاي تحول لي الجرين كلر الشغلات الخضراء زين وانت تستقبل حتى تبدي تشتغل لي تكون لي الشجر والطاقة. وبالنسبة للحركة مالت اليوغلينا
احنا قلنا عندها فلاجيلا طويل هي تتحرك به، بس هي اليوغلين عندها حركتين. There are two methods for locomotion of yoglina. يعني عندها طريقتين بالحركة. Flagellar movement and yoglinoid movement. إذن عندها حركتين تتحرك أولا عن طريق الصوت، والحركة الثانية بطنها شلون يصير بها انبعاج شلون الدودة زين تصير الحركة ما كانت متفاوتة. وهسه راح نشوف Flagellar movement whip-like projection. Flagellar undergoes series of lateral movement where pressure is exerted on the water at right angle to its surface. إذن تستعمل الصوت مالها حتى تحركه. طبعاً بهالحالة راح يصير عندنا فالضغط على المي، فتستعمل شو اسمه حتى تسحب المي بواسطه الفلاجيلا عشان واحد يسبح زين من حركه ايديه يدفع المي مالته اللي ورا. فنفس الشيء زين ورا بريشر از اكزيرتد اون ذا ووتر ات رايت انجل تو ذا سيرفيس. الحركه الثانيه اللي هي الكول موفمنت از كولد ميتابولي. ميتابولي هي الحركة الثانية، هي حركة الجسم. In this type, the organism shows a peculiar slow wandering movement. كلش بطيئة. شلون تحصر نفسها بالضبط؟ شلون الدودة اللي تمشي بالأرض؟ أكو هاي عدد ولد يعني ماكو، واللي شايفها بكارتون شلون يصير بها انبعاج، يعني ظهرها يصعد بي فوق وتتحرك. The organism shows a particular slowing movement for a static wave of contraction. يعني يصير عمليها بها عملية تخلص وانبساط and expansion trigger this movement. إذن هي عملية عبارة عن عملية تخلص وانبساط لجسم اليوغلينة حتى تبدي تتحرك. ترجع التغذية مالتها. The mood of nutrients in yoglina is. عندها طريقتين بالتغذية اللي هي mixotrophic، وطريقة الثانية nutrition is accomplished either by holophytic or saprophytic. يعني هي إما تكون رمية أو تكون انتهازية زين. فعندها طريقة mixotrophic، عندها طريقة عمليات الترتيب الضوئي تقوم بها. إذا هولو فايتيك أو أوتو تروفيك نتريشن. فود إز مانيفاكتشر فوتوسينثيتيكلي، يعني الغذاء يصنع بواسطة عملية الترتيب الضوئي. أز بلانت مثل النبتة مثل النبات. With the aid of carbon dioxide, light and chlorophyll in the chromatophores. اذا هي تاخذ CO2 مع الماء يطلع لنا الشجر زائد الاكسجين. فاذا الشجر تحتاجه هي بالخليه بعمليه بنائها بعمليه التكاثر مالتها حتى تصير ناضجه، والاكسجين تطرحها للماء. التغذيه الثانيه سابروفايتيك saprozoic nutrition. In the absence of sunlight، إذا ماكو ضوء مال شمس، يعني ال spotlight أو الاستجما ما تشتغل، اليوغلينا derives its food by another mood. اليوغلينا راح تأخذ الأكل مالها أو تغير طريقة الأكل مالها بطريقة ثانية اللي هي nutrition known as saprophytic، اللي هي عبارة عن رمية osmotrophic or سبارازويد. طريقتين، طريقة عملية ترتيب الضوء عندما يكون ضوء تاكل، والطريقة الثانية هي طريقة السبروفايت اللي هي الرمية أو
خلينا نقول الطفيلية أو الأصبغ رفق تستخدم طريقة الأصبغ تكبرجر، يعني أكو يصير أصبغ تكبرجر عالي ما شفناها، من تجي تسحب المي تأخذ ما تحتاجه من الأكل زين، وراها تطرح زايد عن طريق الفجوة المتقلصة. التكاثر هي جلينويدز، ذا نوت ريبروديوس سكشوالي. احنا قلنا نبات البلي او الزغابات البكتيريا تكاثر سكشوالي، من يلتقي بلايه ويا بلايه ويصير بها نقل المحتويات ال خلينا نقول الجنسيه او المحتويات الدي ان اي. فهنا اليوغلينا ما تنتقل بواسطه التكاثر الجنسي، ما تتكاثر، تتكاثر بطريقه السيل ديفيجن. Reproduction is by cell division, longitudinal binary division, and multiple division. إذا تنتقل بواسطة الانشطار الثنائي أو بواسطة المالتيبل، يعني أكثر من ثنائي. Binary division in this type of division, يوغلينا divide into two daughter cells. مثل البكتيريا بالضبط. Two daughter cells مشابهة. Which are exactly identical to one another. هاي البكتيريا معكم قلنا تخسر الحجم مال الجسمه وتقسم بالنص بحيث المحتوى الوراثي يصير هنا ويصير النص، تطلع لنا اثنين مشابهات. هنا نفس الشيء، هم يتخسر محتوى مال دي ان اي، قاعد تشوفوها انتم الصوره، هاي الصوره الاولانيه يصير بها عمليه تخسر النواه، وراها تنفصل وراها تنفصل وراها تصير اثنين ايدنتيكال، وحده تشبه الاخرى. النوع الثاني المالتيبل فيجن يبلينا اندرجوز ريبيتد مايتوتيك ديفيجن. شلون تنقسم مثل الانقسام الاختزالي اللي هو جيفنج رايز 16 32 64، بس هنا شو اسمه تختلف. This usually take place in incestuous condition، يعني اذا كانت الظروف مزينه فراح تحور نفسها ابسست، تصير مثل الكيس وتبدي تتكاثر بهالطريقه. ايكولوجيكال اند ايكونوميك امبورتنس، شلون تفيدنا بالبيئه هاي يوغلينا. يوغلينا از فيري امبورتنت اورجانيزم وذن ذا انفايرمنت، هي كلش مهمه بالبيئه از ات از، ايبل تو فوتوسنتزايز، هي قمنا بعملية التركيب الضوئي. Thus taking in carbon oxide، راح تاخذ لنا ثاني اكسيد الكربون and releasing، تطرح لنا الاكسجين into the atmosphere بالجو so that other organisms can survive. النبات تعيش والطحالب تعيش وبقية الحيوانات تعيشن، الاسماك تعيشن على الاكسجين الموجود بال ماي اللي ينطرح عن طريق عمليه التركيب الضوئي لثاني اكسيد الكربون، ينطرح انه يطرح الاكسجين ويطرح الشذر. Because they do this they produce oxygen and so their economic value in the water is an intrinsic part of the ecosystem. راح يصير عندنا هذا جزء من النظام البيئي من الايكو سيستم اللي هي نعتبره في شيء كلش مهم، حتى دائما يبقى عندنا المي موجود بأكسجين حتى تكثر به الاحياء المنشريه وتكثر تقدر تعيش به الاسماك وغيرها من الحيوانات. Therefore is available، هو كلش مهم. لهنا نكون خلصنا محاضرتنا اليوغلينا. الاسبوع القادم راح ناخذ البراميسيوم، راح نبدي نشرحها. ومثل ما قلت لكم هاي الداتا كلش مهمه زين، راح ما نبدي ناخذ محاضرات، نبدي نحفظ هاي السلايدات، نبدي نحفظ وظائف، نحفظ مكونات، نحفظ تعاريف زين، راح تجي من هالمحاضرات، فتحفظوها حتى تعدلون درجاتكم مالت الفصل الاول.
لان انت بتاكل مع الفص الاول او مع الفص الاول ولا مره هو الفص اللي الكورسات ما اعرف بس اعتقد الكورسات فشي كل استعمال ما ادري العمل شلون جاوبته بس على العموم انا كنت مره لانه الشغلات اللي حكيتها والشغلات اللي وضحتها كان المفروض تقروها وتجاوبون زين سالت عليكم بقيه المحاضرات خصوصا بالنسبه للالكتروني واللي بتحنين حضوري فايضا ما مجاوبين سيارات ترتبون حالكم على 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 هالسنه ترى الطب البيطري صعبه مو سهله يراد لها حفظ يراد لها قرايه حتى ترتبون حالكم واتمنى لكم التوفيق اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم اذا سؤال انا حاضر دكتور بلا زحمه عود نزلنا هذا التسجيل السلام عليكم دكتور نعم طالب عندكم طالب اسمه حسن هو اللي دي يسوي تسجيل ويدز لي بس التسجيل ما دا يفتح عندي حتى انا اشرع على الصف دكتوره خلي هو دكتور اثير ينشره لا هو منو دا يسجل عندكم انا دا اسجل دا دز لك اي دا دز لي ما دا يفتح عندي بس هو يعني ابو الشاشه ابو العرض ينشره انا مو يفتح عندي الكل دكتور دا يوصل لك انت دا تنزل دكتور اثير لا هاي اول مره اخذنا انا دا اسمع انا بس مو هي مشكله انا يعني هاي شغلات اللي اسمها مو كلش عندي دارين بدي اقول لك دكتور اي انا يدز لي اياه هو بس ما دا يفتح عندي يطلب اذن